يتعين في البدء أن نبحث في تاريخ ارحمنا في محاولة لاكتشاف الإنسان والمجال وتحديد الأسس الرمزية والمادية لبناء القبيلة وإعادة إنتاجها. كما أن الانتقال من واقع الترحال إلى معطى الاستقرار لابد وأن يفرز وقائع اجتماعية وبنيات تتأسس على ضوء هذا الانتقال. فمن هم ارحمنا؟ ومن أين أتوا؟ وما مسارات حياتهم القبلية؟ وهل من مبرر أصلاً للتساؤل عن البدء الجينيولوجي للقبيلة؟ وماذا عن فرضية الجد المشترك؟ تشير أخبار النسابين في كثير من المصادر إلى أن تسمية ارحمنا تفيد أولاد عبد الرحمن أو أولاد رحمون بن رزق بن أودي بن حسان، وهي تسمية كانت تدل عليهم قبل وفودهم إلى المغرب من اليمن مروراً عبر الصحراء التي ما زالت آثارهم دالة على مرورهم منها واستقرارهم بها أيضاً. فاسم ارحمنا ليس حكراً على المغرب فقط، ذلك أن قبائلاً أخرى تحمل نفس التسمية بكل من الجنوب المصري والجنوب الليبي والشرق الموريتاني. من الصحراء إلى الحوز، الرحلة الكبرى. نقرأ في الرحلة الكبرى لارحمنا من شبه الجزيرة العربية إلى المغرب العديد من اللحظات التاريخية التي حسمت الحال والمآل. فالقبيلة عرفت ثلاثة محطات أساسية في تاريخ ترحالها واستقرارها. الأولى بالصحراء، حيث مارست حياة الانتجاع والتجارة واستدمجت في بنيتها وثقافتها حياة الصحراء، ويظهر في امتدادات الثقافة الحسانية. أما المحطة الثانية فقد كانت بسوس، حيث تعاطى ارحمنا للتجارة وشاركوا في الجهاد ضد الغزو الإبري، في حين كانت المحطة الثالثة مع الانتقال إلى حوز مراكش، حيث بدأت معالم الاستقرار تظهر من خلال استبدال خيمة الرحل بأشكال جديدة كالنوالة والزريبة والدوار، فهيمنوا على المنطقة الممتدة من أسفي إلى مراكش، فكونوا مجموعة قبلية رحمانية في منطقة الحوز. وبعد أن استقر بهم المقام تمردوا على السلطان زيدان السعدي سنة 1616. عموماً فارحمنا يتم تقييمها جغرافياً إلى ارحمنا الشمالية والتي تتوزع على صخور ارحمنا وولاد ميم وارحمنا الوسطى التي تمتد على بنجرير والبريكيين، فيما ارحمنا الغربية تضم منطقة بوشان، وارحمنا الجنوبية تمتد على سيدي بوعثمان ورأس العين ولوطا. ويمتد مجال ارحمنا على 20,986 كيلومتر مربع. سجلت ارحمنا منذ القرن التاسع عشر على الأقل حضوراً قوياً في عدد من الاتجاهات والوقائع، وهو حضور لاح في كتابات الإخباريين والمؤرخين. معركة بابا عيسى بالصخور يوم 16 غشت 1912، معركة بئر أوهام بن جرير يوم 22 غشت 1912، المعركة الشهيرة والأقوى معركة سيدي بوعثمان 6 شتنبر 1912، وهي أول معركة كبرى خاضها المغرب بعد معاهدة الحماية بقيادة الشيخ المجاهد أحمد الهيبة بمدينة سيدي بوعثمان إقليم ارحمنا، إذ شارك فيها مجاهدون وطنيون من مختلف القبائل وجهات البلاد، خصوصاً من ارحمنا وسوس والصحراء وحاحة والأطلس وأحواز مراكش وعبدة ودكالة والشاوية وسرغنة وتفيلالت وغيرها من القبائل بحوالي 9,000 بندقية وأربع مدافع واجهت القوات الفرنسية بقيادة شارل مونغان مدعوم بوحدات سنغالية وجزائرية وحوالي 600 فارس مغربي تحت إشراف القيد تونسي. توفي حوالي 4,000 مجاهد، جلهم دفنوا في مقبرة نزالة العظم، وحوالي 27 جنديا من الجيش الفرنسي. خسر زاعم المقاومة الحرب لأن العامل التكنولوجي العسكري وقف في صف فرنسا، بينما المغاربة كانوا يستعملون البنادق. فن العيطة.
منذ القدم اشتهرت قبيلة رحمنا بفن العيطة الغنائي الشعبي، وينخرط فيه الرجال والنساء معا. على تفوق للنساء منحتهن إياه الحياة القروية التي ترتبط فيها مشقة العمل بتسلية الغناء الذي سرعان ما يتحول إلى حياة من المعاني عن البداوة ومشاغل أهلها ومشاغل الوطن أيضاً. عندما كان في فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب واحداً من أهم الأسلحة الحماسية في اللهجة المغربية، تعني كلمة العيطة النداء، إذ كان الهدف الأساسي من هذا الفن هو المناداة على أفراد القبيلة واستنهاض هممهم وشحذ عزيمتهم. وبقي هذا الاسم ملاصقاً لهذا الفن دون أن يتغير، وإن أخذ سمات القبائل بتنوعها. فباتت لدينا العيطة الحوزية التي تعتبر منطقة رحمنا من معاقلها، والعيطة المرساوية، والعيطة الملالية، والعيطة الدكالية، وعيوط أضاف إليها الباحثون في المجال العيطة الحصباوية والعيطة الخريبجية، وكل منها يسمى باسم المنطقة التي نشأ فيها وذاع منها. ويعتمد هذا الفن بالأساس على طريقة أو نمط إلقاء الكلمات فيما يسمى في اللهجة المحلية برحمنا كأمر للأجود بين نسائها، في ذلك هزي الغناية، أي ارفعي مطلع الأغنية، أي العيطة. تصاحبها بعد ذلك آلات موسيقية قليلة، أهمها الطعريجة والمقص، والتحق بركبهما الكمان أو الكمنجة كما يسمى في المحكي المحلي. كما يجدر الذكر أن الفنان حجيب عميد الأغنية الشعبية ينحدر من إقليم أرحمنا، دون أن ننسى الفنان الحج لطيف المخلوفية من منطقة المخاليف الجبلات الرحمانية، وقد أتقنت وتفننت في العيطة الحوزية كلمة وأداء، بل وكانت من رواد هذا النوع من العيوط المغربية الأصيلة. ونشطت لطيفة صحبة أختها في العديد من الفرق المعروفة كفرقة أولاد الحوز وفرقة الحاج حسن دريوكي الذي اعتزل هذا الفن مؤخراً، وفرقة حسن طويل رحمه الله. كما شهد إقليم رحمنا تصوير أول فيلم في المغرب سنة 1918 بعنوان مكتوب، والذي كان من بطولة الممثل الفرنسي روبير بوغارت في دور أولطهر، والممثلة الإنجليزية ميس ماري أغالد في دور السعدية، وأول ممثلة مغربية في تاريخ السينما المغربية سعيدة بن سعيد في دور الشيخة طامو. أما باقي الشخوص فقد تم انتقاؤهم من مجالة اشتغالهم لتشخيص نفس تخصصاتهم كالشيخات والطلبة والمخزن وشخصيات أخرى. وتحكي أحداث القصة عن ثورة الرحمانيين تجاه التصرفات المستعلية للقيد ولد الطهر الذي يعيش حياة مضطربة ستقوده إلى السجن. كما يحكي السيناريو أيضاً عن قصة حب ضائع بين ولد الطهر والسعدية والشيخة طامو. وهذا العمل كان من إخراج جون بيتشون، والسيناريو كان لإدموند دوتي الذي عاش بمراكش وتشبع بثقافة وعادات المجتمع المغربي آنذاك. أما التصوير فكان لدانيين كونتان. يقدم لنا القيد العيادي كبير رحمنا صورة أنموذجية، وبحكم طبيعته القبلية المحاربة أسهم بفعالية في التحولات التي عرفتها القبيلة، وأظهر ذكاء وفطنة في التفاعل مع الأحداث وحدسا في التنبؤ بالتحولات. هو ميلود بن الهاشمي بن بارك بن محمد بن زاوية بن جعفر بن عبد الله بن بارك، ولد عام 1880 بدوار شلالكا الواقع شمال غرب رحمنا غرب مركز الصخور، الذي كان يمثل أهم النزلات في مجال رحمنا. وليس ببعيد أن يكون العيط الرحمني آت من قلاع صخور رحمنا، القليعة حيث كان يقيم القائد العيادي، وحيث دار القيد منتصبة على ربوة عالية ما زالت شاهدة على تاريخ قائد محفوظ في ذاكرة القبيلة وذاكرة الوطن. تربى القائد العيادي في أحضان والدته للا فاطمة بنت شريف العلمي بعد وفاة والده الهاشمي في سنة 1890.
جاءت تسميته بالعيادي لروايتين شفهيتين حسب ما ذكره الباحث عبد العزيز الثيلاني، تقول إنه ازداد يوم عيد المولد النبوي الشريف، والرواية الثانية جاءت عبر لسان أحد البوابين يدعى بوعلي أنه كان يردد كلمة أعد أعد في فنيت بوريدا. تعلم العيادي حمل السلاح وركوب الخيل على يد ابن عمه الشيخ أحمد بن محمد الملقب بالقراوي. انتقل العيادي من محارب صغير إلى امتهان فن الزطاطة، حيث يؤمن الطريق للقوافل، وكان عارفاً بخبايا المنطقة من مراكش إلى الشاوية، وكان يشارك في الحروب ضد القبائل السائبة. بعد سنوات أعين العيادي قائداً، خصوصاً بعد تولي المولى عبد الحفيظ مفاتيح السلطة بمساندة العيادي شريطة إطلاق سجناء ارحمنا. بعد معاهدة الحماية وضع العيادي يده مع المستعمر، معتمداً على دهائه وحنكته لكسر شوكة الحركات المنتفضة، حيث دعم المستعمر ضد مقاومة أحمد الهيبة، مما خول له يوم 4 ماي 1919 الحصول على وسام تقديري من فرنسا، وحضر حفل النصر في باريس يوم 14 يوليوز من نفس السنة. توالت الأحداث، لكن سرعان ما انقلب ضد المستعمر بعد نفي السلطان محمد الخامس وتعيين ابن عرفة ليتزعم حركة وطنية انضم إليها بعض رجال المقاومة، وهو ما ردت عليه الإقامة العامة بقوة، حيث اعتقلت حليفها السابق ونفته إلى فرنسا قبل أن يعود ويتم إخداعه للإقامة الجبرية وتقسيم قبيلته. اعتمد العنف في حجز ممتلكاته وأراضيه التي تجاوزت 45,000 هكتار، وحوالي 15,000 هكتار كانت بالبحيرة التي تعتبر من أخصب الأراضي، ما حوله من زطاط إلى أكبر الملاك في المغرب، حيث كان يتباهى مثل الباشا القلاوي. لكن الديون والاستيلاء على أراضيه ساهم في تراجع هيبته. يقول بول باسكون إن هذا القائد تحرر من التقاليد وأصبح يعيش حياة الملوك برفاهية، وبالفعل حيث كان له رياض بمراكش وقصر معروف في بنقرير وقصر القليعة قرب الصخور. بلغ عدد زوجات العيادي حوالي 20 زوجة، كما كان سهراً لعائلة الجامع الفاسي لزواجه بابنته زينب التي بنى لها رياضاً بمراكش على الطابع المعماري الأندلسي يدعى الدار الجديدة، وكانت آخر زوجاته الأمازيغية سلطانة التي ما زالت على قيد الحياة إلى يومنا هذا. تزوج القائد العيادي من 3 جنسيات، عرب، أفارقة وأمازيغ، وقد أنجب منهن 22 ولدا، ورافقته في آخر عمره زوجته كبورة. وقد كان القائد العيادي مهتماً بالشأن الثقافي، حيث كان يقوم بالسهر على المواسم السنوية وتقديم الهدايا للقائمين على الزوايا والأضرحة وإعفاء الشرفاء والأولياء من الضرائب. كان القائد العيادي مولوعاً بفن التبوريضة من خلال خرجاته في الحركات أنزها مرفوقاً ببعض الشيخات، كما أنه كان مولوع بالتعليم الأصيل، حيث كان يعلم أبناءه التعليم الإسلامي بجامعة ابن يوسف بمراكش أو بجامعة القراويين بفاس. وقد عمل القائد العيادي على بناء مدارس حرة كمدرسة بحي قاع المشرع بمراكش، بالإضافة إلى المدرسة العيادية ببنقرير. هذه المعلمة التاريخية.
كيتسوقوا ذاك الحوت كياخذوه هنا وكيشروه من عندهم الناس بقل الثمن ويشروه باش بغاو. وكنتمنوا والله في المستقبل من القدام تكون شي قريه سياحيه هنا ويكونوا باش يستافدوا باش ما تبقاش هاد الارض خاويه ما فيها سكان وما فيهاش هاد باش يستثمروا هاد البلاد وباش تستافد رحامنا كاع جميع رحامنا اللي هي تستافد من هاد الماء. يعني احنا عندنا فيه الحوت عندنا الخير. السلام عليكم، تنقدم لكم نفسي ابراهيم بن مخلوف، صانع تقليدي دوار ولاد بلا خنيق النحل. تنخدم هادشي ديال الصناعه التقليديه ديال النحاس تنطعموه بالعظام وهو المعدن، وكنخدموا فيه من جيل لجيل. هادشي خدمنا فيه من بكري، خدموا فيه والدينا ودابا تنخدموا فيه حنا. والصناعه دابا ما بقاش كي كانت. الصناعه ديك الساعه كانت ليها بال وكانت تصنع البياسات تبيعها بالثمن مزيان. عندنا واحد الاشكال بالنسبه لهاد الصناعه ديالنا حنا هنا في الروس، لان ماشي الدوار ديالنا هو اللي كيخدم الصناعه التقليديه، كاينين دواوير اخرى. علاش حنا اللي ما يديروش لنا شي دار صناعه هنا في بوروس ونعودوا نستافدوا نيت حنا، نبيعوا نيت حنا في يكون فيها البيع ويكون فيها يستافد منها الصانع، لان هو اللي كيضرب تماره ماشي البيع الشرعي. ابن المنطقة، منطقة بوروس، يعني جماعة بوروس. حنا الآن تنتواجدوا بمنطقة الرميلة، في الخلفية كاين سلسلة جبيلات، منطقة اللي كنتواجدوا فيها سبقوا زاروها بعض المنتجين السينمائيين وعبروا الإعجاب ديالهم بها وعطاونا أمل أنه ممكن يتحدث بها استوديو سينمائي، ولما لا. وحنا كنطمحوا ان شاء الله باش يكون، لان جميع الشروط متوفرات. كنبعدوا من مراكش حوالي 20 كيلومتر من هنا. الطريق الاشغال هي في الخلفيه ديالكم راه خدامه، كما ان المنطقه ديال بوروس تعد منطقه سياحيه اللي معروفه اللي كيتحدث على المنطاد الهوائي المونغولفير. لا بد انه يتحدث على بوروس، لان في المغرب فقط في بوروس يمكن لك دير المنطاد الهوائي، وتقريبا كيستقطب حوالي 7000، ما بين 7000 حتى 8000 سائح سنويا. وكاين نشاط سياحي ثقافي تضامني اللي كدير واحد الشركة مع جمعية ديال الدوار بدوار ولاد القرن. هذا النشاط اللي كيستقطب تلاميذ ديال الجامعات الأجنبية اللي كيدوزوا واحد النهار في الدوار كيعيشوا مع الناس الحياة اليومية ديالهم. بالإضافة إلى ذلك كاين مدارات ديال المشي ومدارات كذلك بسيارة الدفع الرباعي لكات كات. وإن شاء الله يعني لا المجلس الجماعي ولا المجلس الإقليمي ولا السلطات
يعني الاقليميه ممتله في شخص سيد عامل الاقليم اللي سبق زار المنطقه واللي عبر على الاعجاب ديالو. كلهم كيشتغلوا من اجل تطوير السياحه بالاقليم ككل. وأنت تطوي المسافات إلى الجنوب الرحمني، الأنماط والأنساق تتناثر في الأذهان. النمط ببوروس أشد إغراءً وذو لمسة سينمائية خاصة، وببوروس المنطاد والكسكس والزخارف والإبداع بأنامل نساء وشباب ورجال، وهناك عبق الخلق فائح في كل مكان. وعلى الضفة المتوارية وراء الجبال نجد غابة جبيلات، وهي محمية طبيعية الهدف الأساس منها هو إعادة توطين الصنف الحيواني البري المنقرض ذوي الحوافر المسمى غزال آدم، والذي انقرض من الهضاب العليا للأطلس منذ ستينيات القرن الماضي باستثناء منطقة سيدي شيقر، ويتواجد حالياً في محمية جبيلات أكثر من 150 غزال. غابة الجبيلات هي أيضاً مكان طبيعي للترفيه بحكم موقعها المتميز الذي يبعد بحوالي 30 كيلومتر عن مدينة مراكش وثلاثة كيلومترات من مدينة سيدي بوعثمان، مما يفسر التوافد الكبير للزوار نهاية كل أسبوع. ولهذا الغرض فقد أعدت المديرية الإقليمية للمياه والغابات أرحمنا مشروع تهيئة يأخذ بعين الاعتبار مواصفات ومعايير محددة. على هاد المنطقه اللي كانت هنا كان عندنا العيون بزاف. هاد البلاصه هادي كتسمى دوار الغيل الفريق ولا الدليم، قيده بوشان جماعه يتحموا. كان عندنا العيون هنا، كانوا تقريبا هاد البلاصه كانوا فيها اربعه العيون ولا خمسه في هاد المنطقه، كيسقوا منهم الناس ويوردوا منهم ويصبنوا فيهم عباد الله، وكيستعولوا منهم شويه الفلاحه. ولكن من السبعين ولا هاد الجهه ما بقاوش طالعوا بها الناس مسؤولين ما عرفوهاش. وكحات هاد العاد شويه الملك كتشوفوا دابا رايحين تشتاد مراه بزاف، ما بقات جات ما بقات وكحته. وهذه الاخرى العين الكبيره اللي هي الفوقانيه راه خاصها الترميم. والسفر الى رحمنا هو سفر الى الزمن والى التاريخ والى الطبيعه، سفر الى الغيل والبحث عن الماء. وبالعاصمه بنقرير القلب النابض لرحمنا، حيث هضاب الفوسفات شاهقه ببياضها الناصع شاهده على حقبتين تاريخيتين متباينتين، حقبة راكدة وسكون قاتل على جميع الأصعدة، وحقبة تنموية شكلت طفرة نوعية في جميع مناحي الحياة. برزت معها مدينة بنقرير كقطب حضري متناغم بدينامية تنموية متصاعدة، تكللت بتفتح أكاليل التميز الملامس لجميع الشرائح المجتمعية. تشهد عليها مراكز القرب المندمجة التي تسعى إلى دفع عجلة التنمية المجالية عبر الانخراط المتميز لهيئات المجتمع المدني كرافعة أساسية للتنمية المستدامة، عبر توفير كل آليات التكوين المستمر للرفع من أدائها ومردوديتها من أجل لعب أدوارها الطلائعية والريادية في المجتمع الرحمني.
وبعد برهة زمن دار الثقافة ستفتح أبوابها للمسرح والموسيقى، تاليها بفترة قصيرة دار الفنان للإبداع والتنشيط الفني التي ستضم كل عاشق للتميز الفني، ودار للصحافة لتكون قبلة للإعلاميين عامة وللإعلام التنموي خاصة. أرحمنا ورش مفتوح بعد الآن، والأفق واعد، وبارقة الأمل تبشر بمستقبل حافل بالأحداث السعيدة. ويشكل محور الطفولة والشباب قطب الراحة في الاستراتيجية التنموية، وذلك بتعزيز الفضاءات الرياضية. انعطاف استراتيجي على المستوى التنشيط الرياضي في المدينة، بحيث منذ سنة 2010 دأبت المصالح ديال الجماعة الترابية ديال مدينة بنقرير على أنها توضع برامج خاصة بالتنشيط الرياضي في هذه المدينة هذه. من بين هذه البرامج أولاً كان إنشاء ديال منتزه مولاي الحسن، واللي كان لنا الشرف أن جلالة الملك نصره الله قام بالتدشين ديالو. ثم جاءت ملاعب القرب، نحن الآن نتواجد في ملعب القرب الخاص بحي المجد. فيما يخص الألعاب الجماعية، الحمد لله أن تنشأت قاعة مغطاة من آخر جيل، وعندنا مركب جهوي ديال ألعاب القوى، زائد الملعب البلدي ديال المدينة اللي هو في حلة جديدة منذ صعود نادي شباب بنقرير لكرة القدم للقسم الوطني الثاني الاحتراف. وهذه الطفرة النوعية هي استراتيجية ديال عامل ديال المجلس باش يمكن لنا نغطيو هذه الأزمة اللي كاينة عندنا في الأحياء. إن شاء الله عندنا مخطط على أساس أن كل حي نبرمجوا فيه واحد الملعب باش يمكن الشباب يلقى الذات ديالو بمساهمة الجميع، مساهمة العملاء ومساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن هذا المربر هذا تنبغي نشكر جميع المتدخلين. أعداء سابقة، رحمانية الأصل، بطلة في ألعاب القوى وفي العدو الريفي وألعاب مدرسية للعدو الريفي. كنت نتمنى هذه الحلبة المطاطية كانت تكون في الأوج ديالنا في الثمانينات، ملي كنا تنجريو ونترينيو وكنا تندربو، كانت نيت مجهودات وكانت تدريب مكثفة وكانت نتائج وكانت أرقام، لدرجة أن كنا ديك الساعة تنترينيو غير في الحلبة ديال مطربة وتنديروا بلايصنا حنا وتنديروا توقيتات ومينيمات، ولكن للاسف كنا تنجرو حفيانين. لحد الساعه الحمد لله ولات عندنا هذه الحلبه المطاطيه اللي كمركز لتكوين العدائين، انهم ولاو حتى هما داك الشيء اللي كنا دعشنا هنا، ولاو هما خير منا، انه توجدت لهم الظروف باش يترينيو باش يحققوا ارقام. كما كيعرف الجميع على ان مدينه بنقرير عرفت واحد طفرة كبيرة في المجال الثقافي والمجال الرياضي، خصوصا انطلاقة 2010 اللي كانت انطلاقة متميزة جدا في التاريخ الجمعوي لمدينة بنقرير، وخصوصا في الانطلاق ديال الدستور 2011، فقد حققوا مشاريع دولية ومشاريع وطنية ومشاريع جهوية اللي تفوقوا بها كثير. ونذكر بالأساس ملتقيات دولية في الصحافة والإعلام، ملتقيات دولية في الجمعوي، ملتقيات دولية في البيئة، وكذلك ملتقيات كثيرة جدا التي جعلت من الفاعلين الجمعوي هنا في مدينة بنقرير يحترفون الأداء المدني. أكيد على أن واحد الحراك إيجابي هنا في مدينة بنقرير، احترافية عالية اللي عرفتها المنطقة. أكيد هذا راجع لعدة أسباب، خصوصا الزيارات المتوالية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي خلات أن مدينة بنقرير كتعرف عصر الأنوار وعصر الازدهار، انطلاقا كما قلت لكم من هذه الحقبة هذه اللي خلات الكل يحترف والكل يخرج من المجال الترابي ويسوق لإقليم رحمنا إيجابيا. ساهمت الزيارات الملكية المتكررة لمدينة بنقرير في تحريك رافعة التنمية، مما بوأها مكانة متميزة على الصعيد الوطني والدولي. بفعل المبادرات الملكية التي عصفت بسنوات احتل فيها إقليم رحمنا مراتب متقدمة على مستوى مؤشرات الفقر والهشاشة، واستطاعت التدشينات الملكية الميمونة أن تعيد الأمل وتفتح الآفاق لأجيال من الشباب عبر تدشين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات
يوم الخميس 12 يناير 2017 بالمدينة الخضراء لبنغرير. معلمة علمية وتكنولوجية هي الأولى من نوعها على المستوى القاري والإفريقي، من شأنها تكوين أجيال من المهندسين الشباب في شتى المجالات العلمية والتقنية من خلال تكوين علمي متين ورصين تحت إشراف ثلة من كبار المكونين والأساتذة المخضرمين، قطب البحث والتكوين والابتكار رفيع المستوى الذي يعد حلقة وصل بين المغرب وإفريقيا والعالم. وتشكل الجامعة الجديدة التي تعد مؤسسة من مستوى دولي حجر الزاوية بالمدينة الخضراء محمد السادس ببنغرير الحاضرة الأولى من نوعها بالقارة الإفريقية، التي توفر بنيات تحتية ملائمة وفضاء إيكولوجي وحياة اجتماعية منظمة وإطاراً للعيش كفيل بضمان الراحة والتنوع والتفتح الاجتماعي والثقافي. وترتكز هذه الجامعة من الجيل الجديد على 5 مبادئ مؤسسة هي: البحث التطبيقي، الابتكار والمقاولة، الإجابة على رهانات التنمية السوسيو-اقتصادية بالقارة الإفريقية، تبني مقاربة تشاركية، الانفتاح على العالم مع تكريس الامتداد الوطني، الاستحقاق والإنصاف الاجتماعي. وتطمح الجامعة الموجودة في قلب منظومة من أقطاب التميز المحدثة للتكاملات من خلال برامج للبحث المستهدف: الماء، الفلاحة والبيئة، الموارد المائية، والأمن الغذائي، البيوتكنولوجيا، والهندسة البيوطبية، الهندسة، التعمير وإعداد التراب، الهندسة الصناعية والكيميائية، والطاقات المتجددة، لتقديم إجابات على التحديات والرهانات الجوهرية التي تواجهها القارة الإفريقية من قبيل الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتصنيع المستدام والسياسة العمومية. وقد حازت البناية التعليمية لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تنسجم مع المدينة الذكية سمارت سيتي على العلامة الدولية للريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي، مما جعلها أول مشروع يحظى بهذه الشهادة بإفريقيا، كما ستكون بحق خطوة إضافية في مسار عصرنة ودمقرطة تعليم عالي الجودة. وستنفتح هذه الجامعة ذات التوجه العالمي والتي ستستقبل على المدى المتوسط 12,000 طالب سيؤثرهم 1,000 من الأساتذة والباحثين على الدول المتطورة اقتصادياً، كما ستعمل على نسج شبكة متينة من العلاقات مع الجامعات المغربية. وستقوم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية على ركائز أساسية هي التعليم والبحث وتطوير ونقل التكنولوجيا وتشجيع المبادرات في مجال إحداث المقاولات، كما ستشكل من خلال آليتها المعتمدة ومبادئها ونوعية التكوين رافعة اجتماعية حقيقية، بحيث ستتيح للطلبة المتميزين المنحذرين من أوساط اجتماعية مختلفة الحصول على منح دراسية للولوج إلى الجامعة واختيار الشعب التي يرغبون في متابعة دراساتهم الجامعية بها. وفي إطار سعيها إلى الانفتاح على عالم الغد، ستوظف الجامعة التي يشرف عليها المجمع الشريف للفوسفات موارد بشرية ومادية هامة من شأنها تيسير عملية الولوج إلى الثقافات الأجنبية، حيث تم في هذا الإطار اعتماد آليات لتقوية انفتاح الجامعة على العالم الخارجي. وهكذا سيستفيد طلبة الجامعة من دروس التقوية في اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً إلى جانب اللغة العربية، فضلاً عن استفادتهم من مبادرات للتبادل الدولي، بما يتيح لهم التعرف على أفضل الثقافات الأجنبية ومساعدتهم على الاندماج بكيفية سلسة في عالم الغد. وبهدف تقوية حضورها على المستوى الدولي، ستقوم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالاستفادة من أساتذة وباحثين مغاربة وأجانب مرموقين سيكونون شبكة
علمية تضم خيرة الكفاءات من الباحثين. ومن أجل تقوية حضور الجامعة على المستويين الوطني والدولي، تم توقيع اتفاقية إطار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وإبرام شراكة مع مدرسة المناجم بباريس لإنشاء مدرسة للتدبير الصناعي، كما أنه من المقرر عقد شراكات أخرى مع مؤسسات دولية مرموقة مثل جامعة الدراسات التجارية العليا HEC باريس ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن إحداث جامعة محمد السادس سيواكبه إنجاز فيلات للباحثين ستشكل إطاراً جذاباً للأساتذة الباحثين الذين يدرسون بالجامعة، حيث سيهم المشروع بناء 100 فيلا ضمن وعاء عقاري مساحته 23 هكتار. وهكذا، ومن خلال حرصه على توفير تعليم نوعي وذي جودة، يبرهن المجمع الشريف للفوسفات من جديد عن التزامه المواطن، حيث يضمن للطلبة المغاربة بتنوع انتماءاتهم الاجتماعية أنموذجاً تعليمياً يتماشى مع طموحات المقاولات المغربية، كما يضمن الولوج للتكنولوجيا المبتكرة. من جهة أخرى، ستشكل مدرسة التدبير الصناعي أول لبنة لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية، حيث تهدف إلى تكوين كفاءات تدبيرية عالية المستوى، سعياً إلى تلبية حاجيات الناسج الصناعي المغربي. فإلى جانب عملها على توفير مستوى عالي من التعليم البيداغوجي المتعدد التخصصات، ستشكل الجامعة قبلة تعليمية قارية بامتياز، حيث ستفتح أبوابها أمام كافة الطلبة لا سيما المنحدرين من الدول الإفريقية. وتقدم المدرسة تكويناً عالي المستوى فيما يخص تدبير المجال الصناعي، وستعتمد على نظام بيداغوجي مبتكر يشرك بشكل فعال المجمع الشريف للفوسفات في تطوير المناهج الدراسية. وتبقى أقوى نسمات التغيير التي جاءت بها الزيارات الملكية والتي ستقلب الواقع رأساً على عقب المعلمة الإيكولوجية مدينة محمد السادس، التي ستمتد على عشرات الهكتارات كمدينة نوعية تحمل بين طياتها أكثر الدلالات عمقاً نوعاً وأهمية، وكمحرك اقتصادي وتنموي بالمدينة، وآلية من آليات امتصاص العطالة، ومنصة مهمة لتوفير مناصب الشغل. كما تم أيضاً تدشين المنصة العالمية للبحث والاختبار والتكوين في مجال الطاقة الشمسية، مركز الطاقة الخضراء الأولى من نوعها في إفريقيا، والتي ستتيح تجميع الموارد وإرساء التعاون وتمكين المغرب من التموقع كأنموذج رائد في الابتكار في ميادين الطاقات المستدامة. ويجسد إطلاق هذا المشروع الرائد الذي تطلب استثماراً بقيمة 210 مليون درهم الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك نصره الله لتطوير البحث العلمي، وكذا حرص جلالته على تحسين استغلال الموارد الطبيعية للمغرب والحفاظ على محيطه البيئي وتعزيز تنميته الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبلاً واعداً لأجياله المقبلة. وتشكل مواضيع من قبيل معالجة وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير وحدات شمسية في بيئة صحراوية، وتصميم حلول التخزين الحراري والكهربائي الجديدة، وتطوير التطبيقات الصناعية للطاقة الشمسية الحرارية أبرز الاهتمامات لمركز الطاقة الخضراء. ويحتوي Green Energy Park الذي أنجز على مساحة 8 هكتارات على منصة داخلية للاختبار تمتد على أكثر من 3000 متر مربع، والتي تدمج العديد من المختبرات في ميادين الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية المركزة. كما يحتوي المركز على مختبر لإنتاج الخلايا الكهروضوئية ذات طبقات رفيعة، ومختبرا للمعالجة والتخزين الحراري وإنتاج الخلايا الكهروضوئية، ومختبرا داخليا لإنتاج وتجريب المكونات الشمسية، ومختبرا لدراسة مدى تدهور المواد، ومركزا لقياس ونمذجة الموارد. والجدير بالذكر
أن الولوج لثانوية التميز والتي كان تاريخ انطلاق الدراسة بها شهر شتنبر 2014 والتي ستساهم في خلق 600 منصب شغل مباشر و200 منصب غير مباشر متاح أمام كافة التلاميذ المغاربة على أساس معيار الاستحقاق، حيث يجري الاختيار على أساس النقط المحصل عليها من طرف التلاميذ، علماً أن المستحقين المتحذرين من أوساط اجتماعية متواضعة سيستفيدون من منح استحقاق يخصصها لهم المجمع الشريف للفوسفات. وسيكون بوسع التلاميذ المتفوقين خريجي ثانوية التميز ولوج جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية القلب النابض للمدينة الخضراء محمد السادس ببن غرير. وإلى جانب ثانويات التميز وبرنامج مهارات المجمع الذي يسعى إلى تأهيل الشباب وتحفيز انخراطهم الفعال في النسيج السوسيو-اقتصادي، باشر المجمع عدة برامج تهم بالخصوص محاربة الهدر المدرسي وإحداث معاهد الترقية الاجتماعية والتربوية التي يرام من خلالها المساهمة بشكل فعال في الدينامية الاجتماعية التي تشهدها مناطق نشاطه بالحواضر والقرى على حد سواء، وسعياً منه إلى المساهمة الفعالة والنوعية في مجال التربية والتعليم. انخرط المجمع الشريف للفوسفات الذي يعد أكبر مقاولة على الصعيد الوطني في مجهود ذاتي يروم التصدي لظاهرة الهدر المدرسي ومحاربة الأمية، حيث رصد لهذا الغرض وفي إطار برنامج مهارات المجمع الشريف للفوسفات ميزانية قدرها 33 مليون درهم ممولة بالكامل من طرفه. وتشكل المجهودات المبذولة من قبل المجمع بغية التخفيف من نسب الأمية والهدر المدرسي في القرى التي يشملها نشاطه الصناعي أو المنجمي، مبادرة أنموذجية تدل على وعي مؤسساتي متزايد بضرورة المشاركة الفاعلة في المسلسل التنموي والسيرورة المجتمعية التي تعيشها المملكة. الأكيد أن مساهمة المجمع الشريف للفوسفات في الرقي بمستوى المنظومة التعليمية الوطنية وجهوده في مجال تكوين الكفاءات بصفة عامة لا سيما على مستوى مناطق نشاطه الصناعي والمنجمي يشكل بحق أنموذجاً يحتذى به من طرف باقي المؤسسات الإنتاجية الكبرى على المستوى الوطني أو الإقليمي أو القاري. إنها أرحامنا الحاضنة لكبريات المشاريع والمبادرات، أرحامنا التي نهضت إرادياً وبفضل سياسة الالتقائية المندمجة، أرحامنا التي تعد بشيء الكثير، أرحامنا التي سيعيش في كنفها بعد عقدين من الزمن من الآن أجيال بأسلوب مغاير.